فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرت لأحد الإخوان كلام بعض العلماء فيما يسمى بالإعجاز العلمي للقرآن وأنه تخرص وقول بلا علم، فقال: هل معنى ذلك أنه يعطل بالكلية؟ يقول: فبماذا أجيبه وفقك الله؟ تقول: لا يفسر به القرآن، ما يقال معنى الآية كذا، ما يفسر به القرآن، خلوا عندهم كيف يصح ولا ما يصح بكيف، أما أنه يفسر به كلام الله هذا لا يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.